دلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتسير مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن بواقع 23 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة الأوقاف وتضامن القاهرة والشرقية وبورسعيد والبحيرة ودمياط وقرعة القاهرة وكفر الشيخ والفيوم وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة اللي حددته وزارة الأوقاف تحت عنوان قوة الأوطان، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وأن يكون أداء الخطبتين معاً الأولى والثانية ما بين 10 دقائق و15 دقيقة كحد أقصى للخطبتين. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي المقاولون العرب مع البنك الأهلي في الرابعة عصراً، وفي السابعة مساءً هيلتقي الأهلي مع فاركو. في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع سموحة.